انتصف نهار القاهرة، مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بك زميلتي فاطمة. مرحبا بك عمرو. سادة والسادة، أهلا بحضرتكم وإلى تفاصيل الظهيرة. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقياته عن أخلص تهانيه وأطيب تمنياته بعيد سعيد مبارك وعام جديد يحمل السلام والازدهار لشعوب صديقة ولجميع شعوب العالم. شهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد ميلاد سيد المسيح برئاسة أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع في مصر الجديدة. وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيا الله أن يجعله عيدا سعيدا على كل الأخوة المسيحيين والمصريين جميعا. في أجواء من الروحانيات وبحضور محافظ القاهرة نائبا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، احتفلت الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة القديسة تريزا. جايين نهني يعني أبناء الإخوة من طائفة الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، وانا بصفتي شخصيا حاضر عن يعني نيابه عن السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم التهنئه لابناء الطائفه. الحقيقه احنا في مثل هذه الايام تحتفل مصر ب يعني جميع الطوائف الموجوده على ارض مصر بتقدم لهم التهنئه. من منطلق ان الاسلام هو دين السلام والمسيحيه دين المحبه، فالمحبه والسلام يلتقيان ولا يفترقان. فمن هذا اللقاء والالتقاء جئنا نقدم خالص التهنئة للعيد المجيد وبقدوم العام الميلادي الجديد. تحتفل الطائفة الكاثوليكية في مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد في ليلة 25 من ديسمبر من كل عام من خلال قداس عشية الميلاد. هذه المناسبة هي ولادة السيد المسيح في بيت لحم وفي مغارة بيت لحم، ولما ولد السيد المسيح أنشدت الملائكة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة، لأن كما كتب في الكتاب المقدس في العهد القديم سيولد طفل ولكنه سيكون ملك سلام. فهو ملك السلام أتى إلينا طفلا متواضعا في مزود حقير لكي يعلمنا التواضع ويعلمنا أن نكون مع بعضنا البعض في الإنسانية بالخدمة والعطاء والمحبة. ووسط أجواء من الروحانيات تحيطها البهجة والسرور، دعا كل المحتفلين بعيد الميلاد المجيد إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي متضرعين إلى الله من أجل سلام وطمأنينة مصر والعالم، متمنيين أن يغمر فرح ورجاء الميلاد قلب كل إنسان. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، إذن هي ليلة مباركة ترفع فيها أصوات الترانيم وأجراس الكنائس وتقام الصلوات احتفاء بعيد الميلاد المجيد ميلاد يسوع عيسى عليه السلام والذي جاء للبشرية برسالة سلام ومحبة. أمل صبري، التلفزيون المصري. وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ارتدت مدينة بيت لحم بالضفة الغربية حلتها ابتهاجا باحتفالة عيد الميلاد بعد 3 أعوام من جائحة كورونا. واصطف عدد من السياح المسيحيين أمام كنيسة المهد التي أضيئت أنوارها احتفالا بعيد الميلاد استعدادا للقداس الذي بدأ من منتصف الليلة الماضية بحضور عدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية. وبدأ آلاف الزوار المسيحيين من مختلف دول العالم التوافد على ساحة المهد التي تزينت بشجرة عيد الميلاد التي تعد واحدة من أشهر وأجمل أشجار الميلاد في العالم.
هذا وقد رأس البابا فرانسيس بابا الفاتيكان قداس عيد الميلاد بكنيسة القديس بطرس، وقد وجه البابا فرانسيس كلمة إلى الكاثوليك في أنحاء العالم قائلا إن مستوى الجشع والتعطش للسلطة بلغ حدا صار فيه البعض راغبا في استنزاف وقتل الآخرين حتى وإن كانوا جيرانه، معربا عن قلقه إزاء الأطفال الذين تلتهمهم الحروب وظروف الفقر والظلم. يشار إلى أن بابا الفاتيكان قد ترأس قداس الميلاد العاشر منذ توليه كرسي البابوية، وهو الأول الذي يسمح منذ سنوات بوجود نحو 7000 شخص داخل الكنيسة بعدما كانت القيود مفروضة على عدد الحضور بسبب جائحة فيروس كورونا، كما احتشد نحو 4000 آخرين أمام الكنيسة في ساحة القديس بطرس. في سلطنة عمان بدأ المواطنون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة، وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 731,767 ناخبا وناخبة، وذلك عبر تطبيق انتخب لاختيار أعضاء المجالس البلدية البلغ عددهم 126، بينما بلغ عدد المترشحين في الانتخابات 727 مترشحا منهم 27 امرأة. يشار إلى أن المجالس البلدية تختص بإبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية والمواقع المقترحة للمشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية، وكذلك بإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة وغيرها. أعلنت أوكرانيا صباح اليوم حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد تحسبا لأي غارات تشنها روسيا، وأصدرت السلطات الأوكرانية إنذارات تحذيرية إذانا بوقوع غارات جوية في عموم البلاد. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أدان أمس القصف الروسي على مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 58 آخرين جراء ضربة روسية استهدفت المدينة ذاتها. وذكر مسؤولون محليون في خرسون أن صاروخا استهدف منطقة عامة تشمل متجرا وساحة جماهيرية. وفي حادث آخر ذكرت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت 14 بلدة في خاركيف بالدبابات والمدفعيات الثقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن أضرار مادية، وتنفي روسيا استهداف المدنيين خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. أعلن وزير الدفاع الليتواني أن ليتوانيا قدمت لأوكرانيا 283 مليون يورو كمساعدات عسكرية منذ بداية الحرب الروسية، ومن المقرر زيادة هذا المبلغ بمقدار 40 مليون يورو أخرى العام المقبل. وقال وزير الدفاع الليتواني إن المساعدات المقدمة تشمل أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة المشاة الخفيفة والأسلحة المضادة للدبابات ومدافع الهاون والمدافع الرشاشة والذخيرة، بالإضافة إلى العربات المدرعة ومدافع الهاوتزر، بما في ذلك 62 ناقلة جنود مدرعة من طراز 113. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على 8 إرهابيين في 5 محافظات في البلاد بينها العاصمة بغداد. وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أنه تم نصب كمائن محكمة وإلقاء القبض على هؤلاء الإرهابيين، مشيرة إلى أنه جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية. أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين والتي دأبت على نشر أعداد الإصابات اليومية بكوفيد 19 في البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، أعلنت أنها لن تنشر مثل هذه البيانات اعتبارا من اليوم وسط شكوك حول مصداقيتها بعد تفجر الإصابات في أعقاب تخفيف مفاجئ للقيود الصارمة. ويأتي توقف لجنة الصحة الوطنية عن نشر إجمالي العدد اليومي للإصابات والوفيات مع تزايد المخاوف بشأن نقص المعلومات المهمة منذ أن أجرت بكين تغييرات شاملة على سياسة صفر كوفيد، والتي أدت إلى فرض عملية إغلاق صارمة على مئات الملايين من مواطنيها وأضرت بثاني أكبر اقتصاد في العالم. لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم جراء العاصفة الثلجية التي اجتاحت معظم الولايات الأمريكية. وقالت السلطات هناك إن العاصفة تسببت في قطع الكهرباء عن نحو مليون منزل وإلغاء وتعليق آلاف الرحلة الجوية.
وأوضحت السلطات الأمريكية أن العاصفة الثلجية سوف تؤثر على أكثر من 2 مليون أمريكي، مشيرة إلى أن العاصفة تحمل رياحا قطبية وانخفاضا في درجة الحرارة يصل إلى 50 درجة تحت الصفر في بعض المناطق. يستكمل مجلس الشيوخ اليوم مناقشاته حول تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع قانون مقدم بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. وللمزيد من المتابعة حول هذا الأمر ينضم إلينا من مجلس الشيوخ مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، بعد التحية إليك الميكروفون. نعم عمرو، بعد التحية، منذ نصف الساعة تقريبا بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال النقاشات حول مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. مشروع هذا القانون كان قد عرض للنقاش خلال جلسات المجلس الأسبوع قبل الماضي، ولم ينتهي المجلس من مناقشته بشكل كامل، ووقف عند المادة 10 وأصلها مادة 6، وبالمادة 11 وأصلها مادة 7. استأنف المجلس خلال جلسته اليوم مناقشاته حول مشروع هذا القانون الذي يأتي تماشيا مع رؤية واستراتيجية الدولة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو مجتمع رقمي، وإتاحة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة إلكترونية والتيسير على المواطنين في هذا الشأن، إلى جانب تحسين الأداء الحكومي من جانب آخر. مشروع هذا القانون تعتمد فلسفته على أن الدولة تبنت منذ نحو 3 سنوات مشروعا قوميا للتحول نحو مجتمع رقمي، وفي سبيل تحقيق ذلك وضعت الخطط اللازمة للوصول للهدف المنشود بالوصول إلى حكومة إلكترونية متكاملة مترابطة من خلال الربط بين أكثر من 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، تتيح أكثر من 20 خدمة إلكترونية بصورة إلكترونية للمواطنين. كذلك في سبيل تحقيق ذلك أيضا عملت الدولة على دعم وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا ونظم المعلومات. ويهدف مشروع هذا القانون عمرو إلى محو الأمية الرقمية ونشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والعمل على إتاحة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة إلكترونية للتيسير على المواطنين من جانب، وتحسين الأداء الحكومي من جانب آخر. محمود، إلى جانب يبدو أن هناك يعني صعودا وهبوطا في ذبذبات الصوت، لذا نشكرك ونكتفي بهذا القدر على أن نواصل الاتصال بك في خدماتنا الإخبارية اللاحقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك محمود إسماعيل مراسل أخبار مصر. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج جميع المصابين في حادث سقوط الحاجز المعدني الملاصق لمدرج الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر خلال مباراة كرة السلة بين الأهلي والاتحاد. وقد تلقى المصابون وعددهم 28 مصابا تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة وتم تماثلهم للشفاء بشكل كامل، فيما لا يزال حالتان في حاجة لتدخلات جراحية، بينهما حالة مرتفعة الخطورة ويجرى متابعتها. وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الجيزة قد زارا المصابين للاطمئنان على حالتهم. في تمام الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. نعم فاطمة، كم يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا وإلى اللقاء. في أمان الله.